هم ومن وراءهم من داعميهم هذه المجاميع يعتقدون أن العراق ينبغي أن تكون غنيمة لديهم، ولهذا السبب لديهم ثقة مطلقة أنه في حال خروج القوات الأمريكية هم قادرون بمفردهم على مواجهة داعش أو أي مجاميع، لكنهم يجهلون واقع السنوات السابقة منذ 2003 إلى الآن أنهم سينخرطون في حرب أهلية وسيدفعون العراق إلى حرب ونزاع أهلي أشد خطورة مما شاهدنا ب 2005. هذا الغطرسة السياسية لدى هذه الميليشيات هو ما يدفعها إلى رفض، علاوة على أن القرار السياسي لديها تخضع لأجندة غير وطنية، أجندة خارج الحدود. الوجود القوات الأمريكية ليضر بالنفوذ الإيراني أكثر ما يضر بمصلحتهم، هم مجرد أدوات لهذا المطلب، لتنفيذ هذا المطلب. يطالبون بإخراج القوات الأمريكية والنفوذ الأمريكي من العراق، وحتى لو تمكنوا قطع العلاقة مع الولايات المتحدة كي تتمكن إيران من الانفراد بالنفوذ في العراق. الآن الكاظمي الخطوة التي أنجزها استطاع نسبيا أن يحقق علاقات سياسية خارجية متوازنة بين المملكة العربية السعودية وحتى مع إيران إلى حد ما. بدأنا نقرأ ملامح سياسة جديدة في التعامل، لكن طالما هذه الميليشيات وانتعاش الميليشيات ودورها عادة يتم على حساب تآكل نفوذ ودور الدولة، واستراتيجية الكاظمي بهذا الخصوص واضحة، تقوم على إعادة الاعتبار لدور الدولة. لا ينبغي أن يكون هناك سلاح في الشارع أو سلطة في الشارع الوطني في المجال العام غير سلطة الدولة. إعادة الاعتبار للقضاء، للأجهزة الأمنية، لوزارة الداخلية وغير ذلك. هذه تحديات الكاظمي التي يسعى إلى إنجازها في هذه المرحلة، وهذه تتعارض تماما مع مساعي ومسوغات وجود هذه المجاميع المدعومة أو التي الولائية التي تخضع لإيران.